سعد شفيق أديب وفنان، ولد في أربعينيات القرن الماضي في الكوت، وانتقل إلى بعقوبة بسن 5 سنوات ودرس في دار إعداد المعلمين. هوي الفن وبدأ مسيرته مع المسرح عند بلوغه 16 عاما، ثم اتجه إلى بغداد حيث دخل الإذاعة والتلفزيون مؤلفا ومعدا وممثلا ومصورا. دخلت الإذاعة عام 1958. دخولي للإذاعة كان من خلال تمثيلية إذاعية عنوانها أنا أمك، ولابد أن أقف بعد هذه البرامج إلى التلفزيون، وكانت محطتي مع التلفزيون عندما كان التلفزيون يسمى تلفزيون البنغلة. في هذا التلفزيون الذي ابتدأت معه في عام 1957 كنت مع برنامج يسمى نادي جحر. الطب عند العرب آخر عمل تلفزيوني لسعدون شفيق عام 2001، واكتفى بعده بالكتابة والإعداد الإذاعي والمسرحي إلى اليوم. شفيق الذي تجاوز 70 من عمره يقضي اليوم جل وقته في أرشفة أكثر من 2000 عمل أنجزه وسرد محطات حياته بمؤلفات آخرها ابن بطوطة العراقي، الذي يحكي قصة حبه للسفر ورحلته مع عائلته بالسيارة من بعقوبة إلى أوروبا في 70ينيات القرن الماضي. تمكنا من زيارة 24 دولة أوروبية وخلال 85 يوم. خلال وصولي إلى أوروبا فكرت أن أزور شركة البولوسكي وهي في بولونيا أو بولندا. ذهبت إلى الشركة وتم استقبالي هناك وتعجبوا، ثم أثارهم كيف أنني اجتزت جبال الألب وجبال طوروس عندما جئ إليهم. سعدون شفيق اهتم بالرياضة والشعر والتصوير أيضا، حيث يعد أحد مؤسسي أول جمعية للمصورين العراقيين في بغداد مطلع السبعينيات، وأحرز المركز الأول في معرض للتصوير بمشاركة أكثر من 100 دولة في برلين نهاية القرن الماضي. علي العنبقي تي في ديالا.